بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قلنا المودرنيسم هذا يعني حقيقة ربي اللي يتكلموا عنه يفهموش معناه هما الصعقة. ولأني معاكم لا تنسوني. أوروبا والغرب الكل قال يزينا من الماضي، هيا نبدأ صفحة جديدة بحياتنا لعلنا نرتفع ونزدهر وننجح ونمرح ونلعب وكذا. هيا عزمتم على قطيعة مع الأصل هو ما يربطكم بالله سبحانه وتعالى. القطيعة هذه قطعت أوصالكم، فلا واحد منكم يجر برني هو سعيد ولا يكون عنده جزء بسيط من العلم ولو مقدار ذر من العلم، ولا يكون منكم قوي حقيقة إذا كان يقول كما الكلب ترامب قوي، هو لأنه ضعيف ويعرف روحه ضعيف، لذلك يمثلنا البطل القوي الذي لا يهدم بناؤه ولا يقلب لسانه ولا مجر. هو الراوي اليوم اضطراب كبير، يعني يصول وجود صولة المجنون عياذ بالله، ما خايف شنو اللحظة اللي قاسمة لظهري، وبدأ يوزع التهم لمن لا من لم يفقوه، يسكون ندو ولا غير ندو الموالين ولا اللي جاوا بين بين. هو اليوم يعاني في معاناة اللي هو ما كانش يحسابه أبدا، كان يحسابه إذا كان وصل. هو ليس أهل للسياسة الصعبة، السياسة الحميدة، السياسة الخيرة ما هوش أهل. هو جاء قفز خاطر عنده أموال ويشري الذمم، هو عنده عصابات طمع في ماله الحرام، فوصلوه باش يقوموا بما يلزم لنجاح في الانتخابات. وتعرفوا الإشهار أثناء الانتخابات يكون المال خدام، والناس أغلبهم عباد مال لا عباد رب المال. فانجح إلى حين وسال، يا رب يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والسلام على خير العالمين. آمين ربنا يعظم.